تأتي معركة غوتشيكا في إطار عمليات عسكرية قام بها جيش التحرير الوطني في منطقة وادي سوف، وتعتبر من المقدمات والتمهيدات لهجوم 20 أوت عام 55 900 ألف بالشمال القسنطيني. وجاءت بعد أن طلبت القيادة في الولاية الأولى التطوع من أجل التوجه إلى منطقة وادي سوف، وتطوع لهذه المهمة 34 مجاهد، وأسندت مهمة الإشراف على هذه الفصيلة للقائد حمى الأخضر لمعرفته بالمنطقة. وكانت معركة غوتشيكا إحدى أهم المعارك التي قامت بها هذه الفصيلة في المنطقة في فترة وجيزة. أسباب هذه المعركة هو ضرب الحصار الفرنسي الشديد على جبل أوراس، وخاصة بعد اعتقال محمد مصطفى بن الوليد وتولية شحاني بشير. وشحاني بشير من أجل فك هذا الحصار لابد أن يقوم بهجوم في عود نحو الجنوب، ثم بعد ذلك سيأتي الهجوم 1955 في عود نحو الشمال. عقد اجتماع وطلب من المجاهدين أن يتطوعوا لهذه المهمة النبيلة والمهمة الصعبة والمهمة الاستشهادية، لأن هذه المهمة تتمثل في نقل الثورة من الشمال إلى الجنوب إلى سوف بصفة عامة. ثانيا جمع السلاح المتبقي في سوف، لأن الثورة كانت في حاجة إلى السلاح في عود. ثالثا جمع الاشتراكات المال، فجاءت هذه الفرقة إلى سوف ووقعت اشتباكات. طبعا حينما وصلت إلى سوف عيون المخابرات الفرنسية أخبرت الدوائر الاستعمارية والسلطات الاستعمارية بوجود هؤلاء بهذه الفرقة، وهذه الفرقة كانت تريد أن تقضي على وجود استعمار في تلك القرى. وفي 9 من أوت عام 55-900 ألف وفصيلة المجاهدين تناور وتقاتل، طلب القائد حمى الأخضر من السكان إرشاده إلى مكان منيع قصد التمركز واستئناف القتال، فنصحوه بغوتشيكا، وهو عبارة عن بستان كثيف النخيل يملكه أحد المعمرين من أصل إيطالي، فتمركز المجاهدون به. ولم يطل الوقت حتى وصلت الغوط قوات فرنسية جرارة بقيادة العقيد بطيون. عندها اندلعت نيران المعركة بكل شدة وضراوة طيلة اليوم، واستعملت فيها القوات الفرنسية المدافع والطائرات الحربية وقوات برية متشكلة من جنود المظلات فرق اللفيف الأجنبي والقومية. وقد أبلى المجاهدون بدعم من السكان البلاء الحسن، وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف الجيش الاستعماري. أهم نتائج المعركة أن الاستعمار كان يريد أن يشنع بالثورة والثوار، خاصة قائد هذه الثورة هو حمى الأخضر. حمى الأخضر الذي قتل بالطائرة في غوتشيكا، في هود لافايا بعد هود آخر، ثم أخذ ومثل بجثمانه أمام الشعب ليخاف الشعب، ولكن الشعب لم يخف فاستمرت ثورات متعددة. من أهم النتائج أيضا هو فك الحصار على هذه المنطقة، وأن بعد ذلك أن الشباب في هذه المنطقة في الصحراء وفي سوف بصفة عامة بدأوا ينخرطون تدريجيا في الثورة ويدعمون الثورة بإطاراتهم، خاصة الطلبة والشباب المثقف إلى غير ذلك. ثم أيضا بدأت الخلايا المدنية تتوغل في هذه المنطقة. طبعا بعد حمى الأخضر وهو قائد هام، وبعد وفاة أيضا جني بن عمر الذي كان قائد هام في منطقة ككل، جاء قائد ثالث كلف من طرف القيادة في الأوراس هو الطالب العربي الذي أعاد تنظيم الخلايا في المنطقة، وبدأت تقوم بدعم الثورة، وبدأت أيضا بتجميع الأسلحة وشراء الأسلحة وإدخالها إلى جبل الأوراس واشتباكات وإقامة بعض المعارك واشتباكات.
تعتبر معركة غوتشيكا صدر أعمال ثورية مكثفة ومتواصلة غطت وادي سوف، فنقلت الثورة نارا وأفكارا إلى المنطقة، حيث أقبل عليها السكان مناصرين مؤازرين ومشاركين في معارك غنم منها المجاهدون السلاح والعتاد، وأثبتوا القدرة على التحرك في كل اتجاه في وطن صرخ ناشدا الحرية والاستقلال. المجاهد داسي محمد بن الساسي سمي بالشهيد الحي لإصابته بالعديد من الرصاص والشظايا التي يحملها ليومنا هذا، واعتبر حينها بالنسبة للمجاهدين وحتى العدو من ضمن الشهداء. هزني في كرب ولحوني في كرب ولحوا عني الفرائس الميتة من المذبحينهم ويهزوا ويدفنوا في العرق. هم هزوني دفنوني مع الميتين. جت عزوز تت الشيبها ما تستشهد ثم ما هوش معنا جمل علينا في المعركة. كي عاد يقلبهم كي يجيبوا تحت السيف ويردوا السيف تفلقت هاك الفرايس من الحمو وتفلق وتطرش ونايا فوق منها جو لقوا هزوا البيان هكا البيان هذاك اللي يجلب وكفوه تحت السيف كي كفوه بتعطيني نشرب. قال لي اي ميت قال قلت له كوني ميت ما ندرش. اما لا مزقك هاي كله قلت عندي رصاص لاصق في ظهري من وزروع كبيره ومكسر من الكراعي هذي هاي منفوخة كراعي التو هاي باين الجرح هذا كان باين هو غباته. معنا من فضل الله قاعد حي ما متش وما حضرت اجلهم ربي يجلي ما حضر هاي.